خلينا نروح لزميلي كريم احمد من المغرب، وغالبا يعني من الرباط، هو اكيد من الرباط طبعا بما انه بعثه النادي الاهلي سافرت امبارح من طنجة للرباط عشان نطمن على فرقه النادي الاهلي وعلى اخبارها واستعداداتها قبل 48 ساعه من مواجهه الملكي ريال مدريد. يا كريم مساء الخير والحمد لله على السلامه، سلامه الوصول طبعا لمدينه الرباط. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك، الله يسلمك طبعا، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. عرفت يمكن واخبارنا وانا بدردش في بدايه الحلقه انه النهارده مستر كولر فرض السريه الكامله وطلب عدم وجود وسائل اعلام لحضور مران النادي الاهلي. نطمن منك على استعدادات طبعا المباراه المهمه والمنتظره امام الريال يوم الاربعاء، وتطمني كمان على حاله محمد مجدي قفشه وحاله محمود كهربا. يعني بالتاكيد طبعا في البدايه زي ما اكد صوتي لصوتك، الحقيقه يمكن النهارده كان تدريب مغلق تماما، لكن الحقيقه في وسط التدريب لمسنا شيء مهم جدا، ودي الاحترافيه زميلي احمد. الحقيقه ان انت ترفع الضغوطات على اللاعبين للنادي الاهلي، يعني ده امر كان مهم جدا. التحضيرات الفنيه الحقيقه على اعلى مستوى كالعاده من مستر كولر، من كل الطاقم الفني بالكامل، لكن الجهد الكبير اللي بيبذل في هذه اللحظات من الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر ان انت ترفع الضغوطات بشكل كبير جدا. النهارده كان في ضحكه في التدريب بسيط، الراجل يمكن التقط صور تذكاريه عديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي اثناء التدريب في محاوله منه ان هو يقول اتمتعوا بالكوره، العبوا لعبكم الطبيعي، توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا في هذه المباراه من خلال التحضيرات ومن خلال الجديه الكبيره جدا ومن خلال يعني الحلم الكبير الحقيقه اللي فيه جمهور النادي الاهلي. مقابله مهمه جدا، اول مقابله رسميه في تاريخ النادي الاهلي امام ريال مدريد، فكل الامور دي الحقيقه بتكون دوافع للاعبي النادي الاهلي. كل الترتيبات الاداريه الحقيقه بدايه من كابتن محمود الخطيب اللي سبقنا هنا وتواجد في الرباط مع الكابتن سمير عدلي للقيام بكل الترتيبات الخاصه طبعا عشان تسهل كل الامور على لاعبي النادي الاهلي، لان انت عارف كانت مشقه كبيره جدا زميلي احمد، 3 ساعات ومنها كان سفر ايضا كمان من تطوان الى طنجه، فامور كانت صعبه جدا جدا لاعبي النادي الاهلي تحديدا فيها التنقلات، لكن مجرد وصولنا الى فندق الاقامه كل الامور دي انتهت، التركيز موجود، مستر كولر الحقيقه كمان محاضراته الفرديه مع لاعبي النادي الاهلي ده امر مهم جدا، بنشوف مع طاهر، بنشوفه مع قفشه، بنشوفه مع الشناوي، مع متولي، بيحاول ان هو يوصل بعض الافكار من خلال التحليل الخاص بيه، وزي ما شفنا الحقيقه سين مكاري وقيامه بدور مهم جدا في عدد قيامه طبعا بتسجيل عدد مباريات من ريال مدريد عشان تقدر تقف على الامور والتكتيك اللي انت مش هتقدر تواجه ريال مدريد بشكل كبير جدا، لكن بمشيئه الله تقدر ان انت توزع سيناريوهات عديده جدا على هذه المباراه. فعشان كده تدريب اليوم كان فيه جديه كبيره جدا، الراجل يمكن 50 دقيقه بالعدد الحقيقه لتدريب اليوم، لكن كان فيها امور عديده جدا من الفقرات البدنيه طبعا وفقرات الكره. لكن هرجع معاك لقفشه ومحمود كهربا، يعني محمود كهربا بمشيئه الله يكون متواجد في تدريب الغد وعنده اجهاد بسيط، يعني مش هنقدر نقول حاله برد، الناس بتقول القفشه عنده حاله برد، لا يمكن هو شعور بسيط جدا، لكن النهارده خدوا جرعه تدريبيه بسيطه على ان يكون ان شاء الله بمشيئه الله في التدريب الرئيسي غدا ان شاء الله على ملعب مولاي عبد الله، هيستقبل مباراه الاهلي وريال مدريد. الملعب بيتسع ل 60,000 بمشيئه الله من الحاله اللي احنا شايفينها ومن الدعم الكبير جدا من اشقائنا المغاربه، هيكون فول كاباسيتي زي ما بنقول بالنسبه للاستاد. يا رب ان شاء الله كل الظروف تكون مع فريق النادي الاهلي. كمان عندنا زميلي احمد يوم شاق بالنسبه للغد، لان هيبدا بتدريب صباحي 12 دورا ومنها مباشره الى المؤتمر الصحفي اللي هيكون بتوقيت قال طبعا قال مغرب 1 الا ربع، ومنها الى الاجتماع الفني 4 الا ربع. امور عديده جدا هيكون في معلومات واخبار كثيره جدا غدا، يا رب ان شاء الله باذن الله كل المناخ الطيب اللي موجودين فيه وكل الدعم الكبير والتحضيرات الاكثر من رائعه تصب في مصلحه النادي الاهلي، وزي ما بنقول ما فيش مستحيل في كره القدم، لكل مجتهد نصيب، لاعبتنا بتجتهد، فمش بعيد ان شاء الله يكون مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى بالبدايه خالص ان احنا نكون متواجدين في كاس العالم للانديه، وممكن تكون مكافاه اكبر زميلي احمد ان انت تقدر بمشيئه الله تتخطى على فريق كبير جدا، لو كنا في يومنا او هنبقى في يومنا ان شاء الله ربنا يكون معانا باذن الله ان شاء الله. خليني كريم، احنا يمكن ما فاتش اسبوع على بدايه البطوله، ورغم كده وبالتاكيد طبعا بما انك مرافق للبعثه في تحركاتها وفي رحلاتها، نتكلم على عدد كبير جدا من ساعات السفر بدايه من رحله القاهره للمغرب في البدايه، ثم التحرك من تطوان لطنجه ومن طنجه للرباط. في خلال ده خط مباراتين في غايه القوه وفي غايه الصعوبه امام اوكلاند في البدايه، ثم بعد كده سياتل ساوندرز. ازاي بتشوف تاثير ده وحاله الاجهاد عموما على اللاعبين قبل مواجهه الريال؟ مجهود كبير جدا، ويمكن قلنا يمكن من اصعب السفريات فيها التنقلات الحقيقه لفريق النادي الاهلي على خلال مشاركاته الكثيره جدا في كاس العالم للانديه، لكن الدور الكبير جدا للجهاز الطبي اللي بيقوم بيه الحقيقه عشان يقدر ان هو يوصل لاعبي النادي الاهلي ان هي ترجع بريكفري كبير جدا، بيحاول ان هو بشكل كبير يكون في تدليك، يكون في جلسات، يكون في راحه، يكون في جرعات تدريبيه لبعض من اللاعبين. انت عارف زميلي احمد القياسات المميزه جدا الحقيقه والملف الطبي الرائع للنادي الاهلي الحقيقه بدا بيه هذا الموسم، وصل الجهاز الفني والجهاز الطبي ان انت تقدر
تقدر تدي جرعات تدريبيه محدده لبعض اللاعبين، تدي فقرات تدريبيه بسيطه جدا حتى في المباريات. بعض الناس ممكن تتساءل على لعيب او ليه مش موجود، لا الامور كلها امور طبيه، الامور الفنيه الحقيقه بنشوفها، بنشوف تالق حسين الشحات، بنشوف عدد من لاعبي النادي الاهلي، لكن التاني مهم جدا لان احنا على المدى البعيد عايزين نوصل بمشيئه الله لاخر نقطه في هذه البطوله. فيمكن الحمد لله الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير، مجهود طبعا بالتاكيد على لاعبي النادي الاهلي، لكن الرغبه مهمه جدا وانكار الذات مهم جدا والتضحيات في هذه اللحظه. لعيبه النادي الاهلي مش هنقول بتتحامل على نفسها، لكن هي عارفه ان في حمل كبير جدا على كتافها هو جمهور النادي الاهلي. فبمشيئه الله ان شاء الله تكون كل دي دوافع، بنشوف في التدريبات، بنشوف الحماس، بنشوف الحفاظ على بعضه، ده امر مهم جدا لان الكل عايز يكون متواجد، كل واحد عايز يكون متواجد في التشكيل الرئيسي، اللي هيكون متواجد اللي هيكون على الدكه زي ما بنقول في كل مره زميلي احمد، كل واحد قلبه على قلب الثاني، توفيق ربنا يكون معانا بمشيئه الله، إن شاء الله. ويستطيع النادي الاهلي ان يصنع المستحيل، لو ما النادي الاهلي ما كسرش المستحيل مين هيقدر يكسره؟ طيب خليني اروح معاك لحاله الجو في الرباط، هل هي مختلفه عن طنجه وعن مدينه تطوان؟ واتكلم معاك كمان على الملعب، هل هيسمح للنادي الاهلي غدا بمشيئه الله انه يجري ميرانو الرئيسي على ملعب المباراه في الرباط، ولا الامور هتستمر زي ما كانت من بدايه البطوله؟ يعني هبدا معاك بالطقس. الحقيقه يعني شفنا طقس عجيب جدا الحقيقه في طبعا تطوان وايضا كمان في طنجه، لكن الحقيقه الطقس اكثر من رائع هنا في الرباط، شمس موجوده مفيش بروده، يمكن الليل فيه بروده شويه، لكن طقس مميز جدا جدا جدا، في اختلاف كبير عن الايام الماضيه من خلال تنقلاتنا. ملعب مولاي عبد الله يمكن غدا بمشيئه الله يكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني، يعني طبعا يعني الاوبشن اللي محطوط من الفيفا ان انت تدوس على ارض الملعب بالنسبه للجهاز الفني فقط لا غير. فيا رب ان شاء الله باذن الله يكون فرصه غدا لعيبه النادي الاهلي تكون متواجده في الملعب لاداء التدريب الرئيسي على الملعب الفرعي وليس الملعب الرئيسي. فبنتمنى عقب انتهاء حتى التدريب يكونوا ياخدوا جوله سريعه جدا في ارض الملعب، يتفقدوا ارضيه الملعب، لان امر مهم جدا. الجهاز الفني بيدي ريبورت عن ارضيه الملعب، لكن اللعيب مهم ان هو يشوف ارضيه الملعب، لكن ارضيه الملعب حاجه اكثر من رائعه، لكن بالعين اللي تحاول تشوف الملعب واسع، ممكن تشوف المدرج عباره عن ايه، بتبقى مهمه جدا لعيب النادي الاهلي يشوف ارض الملعب على ارض الواقع. لكن مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف، لعيبتنا رجاله ان شاء الله باذن الله، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون توفيق معهم، والنادي الاهلي بمشيئه الله يكون يوم نصر على كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. خليني سؤالي الاخير ليك يا كريم متعلق بالحضور الجماهيري ومعلوماتنا. طبعا انت بتتكلم على ناديين كبار جدا، النادي الاكبر في افريقيا والنادي الاكبر في اوروبا، وانا عارف كمان انه الريال ليه جماهيريه كبيره جدا في المغرب. معلوماتنا بتقول انه تذاكر المباراه نفذت بالكامل، والسؤال هنا اذا كان في ناس بتتحرك من مصر او في بعض الرحلات اللي هتاخد بعض مشجعين النادي الاهلي، هل في اي حل او فكره حجز اونلاين او اي منفذ بحيث ان هم يقدروا يحصلوا على تذاكر مباراه الحضور في الملعب؟ يعني هأكد عليك اللي فعلا بالفعل نفذت التذاكر بالكامل، لكن عايز اقول لك يعني ممكن يكون في صعوبه الحقيقه القادم من القاهره يكون في تذاكر، لان خلاص مجرد وضع السيستم طبعا او التذاكر نزلت على السيستم اقل من ساعه كل التذاكر انتهت، لان القيمه كبيره جدا الحقيقه. النادي الاهلي بقيمته الكبيره وتاريخه، وايضا كمان فريق ريال مدريد بعظمته الكبيره جدا وتاريخه، فعشان كده هتكون مباراه بيشاهدها العالم كله. انا باكد لك زميلي احمد انت هتشوف مظهر رائع وشكل رائع جدا في استاد مولاي عبد الله، وده التاكيدات اللي بتجي لنا من اشقائنا المغاربه، لكن بنامل ان شاء الله يكون في بعض الحلول 60,000 وممكن تشوف اكتر من كده كمان، لان يعني المشاركه والدعم الكبير جدا اللي بيقوم بيه اشقائنا المغاربه الحقيقه يعني حاجه رائعه ومميزه جدا. يا رب تكلل بالنجاح ان شاء الله، ويكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. اللي نتمناه انه الاغلبيه اغلبيه الحضور تبقى مسانده وبتشجع النادي الاهلي، لان انا عارف المغرب طبعا في جمهور كبير وقاعده جماهيريه عريضه لريال مدريد، نتمنى بس انه الاغلبيه والمسانده تكون في صالح النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد من مدينه الرباط في المغرب، دي اخبار بعثتنا هناك.